أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل سقي النبي صلى الله عليه وسلم هل سقي النبي صلى الله عليه وسلم من يرده على الحوض بيده الشريفة ثابت؟ نعم، يسقي أمته. قال: أنا فرطكم على الحوض، فرطكم يعني السابق على الحوض. الفرط هو اللي يسبق إلى الماء، الفرط هو اللي يسبق إلى الماء ليسقي قومه. نعم.